السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا عن الحارس المرمى دون فريق، مفاجأة يعني، ويفاجئ يعني، وغادي يكون بالك في القائمة تاع الايفنت الاولمبيين. قبل لا نبداو علي نعزي الشعب المغربي و يعني في موت وفاة أم الملك محمد السادس ربي يرحمه. وين يشمل مركز الحارس المرمى بال المدير الفني الطارق مدرب المنتخب المغربي الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، والتي ستدور بعد أسابيع قليلة من في العاصمة الفرنسية باريس، ولا سيما في ظل إصابة الأخير والتي تعرض لها علاء بالعروس حارس رقم واحد في المنتخب الأولمبي، وكذلك عدم وضوح الرؤية بشأن اعتماد على الحارس المنتخب الأول ياسين بونو، والذي ما زال لم يتلقى حتى الآن الضوء الأخضر من فريقه الهلال السعودي للمشاركة في البطولة. يا ما غاديش يصيب مشاكل، زعما ما يصيبش مشاكل، قادر يلعب نورمال. وكشف موقع أفريكا فوت الفرنسية أمس الجمعة يوم أمس الجمعة أن الحارس المرمى منير محمدي أصبح الأقرب في الفترة الحالية ليكون ضمن قائمة اللاعبين الذين سيعول عليهم المدرب طارق ضمن اللاعبين الثلاثة الذين يعني تزيد أعمارهم عن 23 عام، وذلك على اعتبار أن الاتحاد المغربي لن يكون مجبر على التفاوض مع أي فريق لموقفه على ذهابه إلى باريس. وسيكون الحارس منير محمدي البالغ من العمر 35 عام في أول من شهر جوال من دون أي فريق جويليا، يعني وهو ما قد يسهل مهمة انضمامه إلى معسكر المنتخب، كما أن مفاوضاته متقدمة خلال الفترة الحالية مع نادي نهضة بركان المغربي لن تعيق كذلك مسألة المشاركة في أولمبياد، وذلك في حال إتمام الصفقة قبل بداية الألعاب الأولمبية. حتى وأن تمت بعد ذلك فمن المؤكد أن سيتلقى ضمانات كافية للمشاركة في حدث رياضي الأبرز في العالم الرياضي. المهم ما يقارو إذا راح بونو مع بونو غادي يلعب، إذا راح بونو هو اللي يلعب. يا مازال ما أكدوهاش ماشي ماذا بينا يلعب بونو ولا واحد. بونو خاطش عليه عنده خبرة كافية، يعني الوقوف تاعو في المرمى يعطي الأمان لصحابه، وربما غادي تكون أنا نشوف اللي غادي تكون يكون بونو ما غيرهم يقولك محمدي كلش، بصح غادي يكون بونو أكراد وأشرف حكيمي، هادو ثلاثة اللي غادي يكونوا ربما ما نعرف. هذه هي يمكن يكونوا هما يعني، ويعد بونو من بين أبرز المرشحين في المنتخب المغربي الأول لاختياره ضمن الثلاثة الذين سيرافق الأولمبياد إلى دورة باريس، باعتبار أن القوانين المنظمة للدورة تسمح لكل منتخب بالاعتماد على 3 لاعبين فوق 33 عام. وكان علاء بالعروش حارس مرمى فريق ساسبورغ الفرنسي والمنتخب المغربي الأولمبي قد أعلن في وقت سابق أنه كان باغي يلعب. سبحان الله، كان خاطش تعب عليها، كان باغي يلعب ما كتبتش يا خويا، هذه هي كان باغي يلعب ما كتبتش، ما تنجمش تعرف واش غادي يكون من القدام. ما تعرفش من القدام شغادي يكون.
شي سهله. هذا ماشي سهل اخويا، انا كرة قدم ماشي دروك. هو الى جابونو هي فانيك محمدي مليح، بصح الى جابونو غادي يكون قلت لهم شاني نتفرج. والله ما والله طليان ما دارت والو، طليانة عرفت بلي طليان ما دارت والو، يعني الخسارة مستحقة. واحد ما يلصق روحو قال لك هاي لا طليان وخسرت، تحس حنايا انت مع من خسرت؟ خسرت مع موريتانيا، انت خسرت مع موريتانيا صاحبي، ها ماشي كيف كيف. هو واحد خسر مع موريتانيا بين دخلها بالليل، بين دخل الطليان ودخل لا سويس ودخل اموالك يا صاحبي. وانا اقول لك الله ما تأمن بلي والله العظيم ما سهلة، ما تقارع الهاش مشي. ما تقارع الهاش يا صاحبي، صراحة كيما ديك ما تقارع الهاش. وتشوف ما تكونش تقارع لها، شو بيها يا ديار كم لي هذا والله ما يستاهلوها. دقدقوه هما طليانية والله، دقدقوه هما طليان كي كانت يا هذه هي ما بقى جيدة. بصح ميليوتينا مكان والو، ديفونس مكان والو، طليانة ديفونس تاعهم ملعب لهمش والله. لا يا الله ما تقولش بلي غادي هادو والله. والله العظيم ماشي سهل اخويا، والله ما سهل اخويا. على هذيك حنا نعاودو نولو نتكلمو على المنتخب المغربي اللي ان شاء الله بربي هما كاين، هو كاين منتخب مغربي وكاين منتخب مصري اللي يتمناو لهم ان شاء الله يديروا حاجه في الكوب دافريا في الالعاب الاولمبيه. حنا نتبعوا كره قدم، انا لي زاتليت وحدة اخرين يجيبوا لي ميداي نفرحوا بهم، بصح كره قدم نتبعوها اخويا. انا غادي سيبورتي من سيبورتي، هذه هي هذه هي اخويا. الله منتخب وطني المغربي او منتخب الوطني المصري غادي سيبورتو، وخاصة من جيبتي من جيتي أنا المنتخب المغربي ما التالي كاع خويا هذيا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. وما تنساوش فانيك اللي يمشي ابوني معنا وتفعيل الجرس. صحيتكم.